مساء الخير. صمم خبراء روس أجهزة بتسمح بالحصول على صور حرارية فائقة الدقة لسطح الأرض من الفضاء الخارجي، والمهمة الأساسية لهالأجهزة هي حل المشاكل البيئية ودراسة التغيرات المناخية واكتشاف حرائق الغابات قبل حصولها، وبتساعد الخبراء على تحديد اتجاه انتشار الحرائق والنشاطات البركانية والفيضانات والأعاصير والعواصف وغيرها من الظواهر الطبيعية، وكذلك متابعة حالة الغلاف الجوي والتربة والبحار والمحيطات. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي مسيطر على لبنان والبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عالية، بحر مائج شوي وحرارة 125. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات بسبب ارتفاع الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، وبتسوء الرؤية خلال الليل فوق الجبال بسبب الغطيطة، وانتبهوا منيح بالسواقة. لبكرة طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات بسبب الرطوبة، وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 20، على المرتفعات 17 بالبقاع 13 والأرز 11، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن 29 بباب التباني، 30 بجسر الباشا، عدلون 28، برج رحال 30. ننتقل من بعدها إلى حدث الجبة 22 وشباب 30. الرطوبة بتتراوح بين 50 و85%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، وريحها بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 20 أقصاها 29، نهار الاثنين بتتراوح بين 21 و30، ونفس الشيء نهار الثلاثة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 32، بغداد 44، والدوحة 41، ومننتقل من بعدها إلى الرباط 23 ونواكشوت 40، وأخيرا باريس 19. وهيدا كان كل شيء. باي.